بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي التلاميذ المستوى الثالث، مرحبا بكم من جديد إلى هذا الأسبوع، الأسبوع 27، والذي سوف نقوم وندعم من خلاله تعلماتنا السابقة حول المكتسبات من الوضعية التواصلية ثم من الظواهر اللغوية. إذن بالنسبة للوضعية التواصلية سوف نتواصل حول ما يلي: السؤال الأول، أستعمل شفهيا عبارات حول مصدر الماء وفوائده. بالنسبة للسؤال الألف، أصف شفهيا من أين يأتي الماء وأستعمل هذه العبارات. وقلنا أن الماء يأتي من مصادر متعددة، فمثلا الماء يأتي من السحاب أو الثلوج المتواجدة فوق الجبال أو الآبار أو الأنهار. بالنسبة للسؤال الثاني، أستعمل عبارات لوصف فائدة من فوائد الماء. إذن وقلنا بأن فوائد الماء كثيرة، فهو ينفعنا في الشرب وأيضا سقي النباتات وأيضا نظافة الجسم وغسل الأواني. بالنسبة للسؤال الثالث والذي طلب منا فيه أن أوجه نصيحة للحفاظ على الماء، ونستعمل العبارات الواردة. إذن بالنسبة قلنا لكيفية المحافظة على الماء، فيجب علينا أن نحافظ عليه من الإسراف ومن التلوث ومن رمي النفايات في الأنهار، وأيضا من الإسراف فيه أثناء تنظيف الجسم. إذن نبدأ على بركة الله في استعمال هذه الجمل، ونقول: هل تعلم أن الماء يأتي من السحاب؟ اعلم أن الماء يأتي من الثلوج المتواجدة فوق قمم الجبال، ليكن في علمك أن الماء مصدره الآبار. بالنسبة للسؤال باء والذي طلب منا فيه أن نستعمل عبارات لوصف فائدة من فوائد الماء، فمثلا نقول: أليس الماء مفيدا لنظافة الجسم؟ ثم أيضا نقول: إن الماء ضروري للنباتات والأشجار. السؤال جيم، أوجه نصيحة للحفاظ على الماء وأستعمل عبارات مثل، نقول مثلا: لا تسرف في استعمال الماء، إياكم أن تلوثوا الماء، حافظوا على المجاري المائية من النفايات، يجب عليكم أن تحافظوا على نظافة مياه الأنهار والوديان. بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالظواهر اللغوية، فسوف نقوم بالإجابة على الأسئلة التالية. السؤال الأول يقول: آتي بجمل مثل: النجارة مهنة مفيدة. إذن هنا جملة تشبه هذه الجملة، جملة واحدة أو جملتان أو ثلاثة حسب الاستطاعة الفردية. السؤال الثاني: أحول الفعل دعا وسقى حسب الضمائر: أنا دعوت، أنت، أنت، هو، هي، أنتما، هما. أنا أسقي، أنتم، أنتن، هم، هن. إذن السؤال الثالث يقول: أضع تنوين الفتح أو تنوين الكسر في المكان المناسب. الكلمات أمامكم: فتى، ماضي، ساعي، معنى عصا. إذن هنا يجب أن نقوم بتنوينها، تنوين الفتح أو تنوين الكسر حسب السياق. بالنسبة للسؤال الرابع، سنضع علامات الترقيم المناسبة في المكان المناسب: فاصلة، علامة استفهام، نقطة، علامة تعجب، ثم نقطة القول. في المكان المناسب،
الجملة أمامكم: الماء ضروري للحياة، فما أجمل أن نحافظ عليه من التضييع والتلويث. ودائما اسأل نفسك: هل أحسن استعمال الماء؟ للإجابة على هذه الأسئلة وجب أن نقوم بالتذكير بما يلي. إذن لاحظوا الفعل دنا فهو فعل ناقص. إذن نقول: هو دنا، أنا دنوت، أنت دنوت، أنت دنوت، هي دنت، أنتم دنوتم، أنتن دنوتن، هم دنوا، هن دنونا، نحن دنونا. إذن قلبت الألف واوا في بعض الأحيان. نمر الآن إلى علامة الترقيم، والتي أثناء وضعها يجب مراعاة ما يلي: فالنقطة توضع في نهاية الكلام أو نهاية الجملة. أما بالنسبة لعلامة استفهام فنضعها للتأثر أو التعجب، ثم الفاصلة نضعها بين الجمل المتتابعة. علامة استفهام فهي توضع للسؤال إذا سبقتها مع الأدوات: كيف، لماذا، هل، نضعها. ثم بعد القول، مثلا قال، يقول، قائلا، فنحن نضع نقطة القول. وجب التذكير أيضا بتنوين الاسم المنقوص، فمثلا الغنى تنوينها تنوين فتح، نقول غنى. ثم العصا نقول عصا. فالجملة عند تركيب هذه الكلمة في جملة نقول: قال الجبل للغيمة: أنا لست في غنى عنك. ثم يحمل الراعي في يده عصا. إن هذا يسمى تنوين الفتح. نمر الآن إلى تنوين الاسم المنقوص، فمثلا الراعي تنوينها يكون تنوين كسر: راعي، الشادي، شاد، الهادي، هادي. إذن لاحظ أيضا هذه الكلمات وهذه الأسماء تنوينها فهو تنوين فتح، نقول الفتى فتى، المعنى معنى، المرعى مرعى، الشذا شدا، الرضا رضا. إذن ننجز الآن هذه التمارين، بعد قليل نلتقي مع التصحيح الخاص بهذه التقويمات. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي التلاميذ، عدنا من جديد إلى التصحيح. إذن بالنسبة للسؤال الأول، طلب منا أن نأتي بجمل مثل: النجارة مهنة مفيدة. ومثلا يمكن أن نقول: التدريس مهنة شريفة، الحدادة مهنة قديمة، إلى آخره. نمر الآن إلى السؤال الثاني ويقول: أحول الفعل دعا والفعل سقى حسب الضمائر. إذن الأجوبة كانت على الشكل التالي: نقول أنا دعوت، أنت دعوت، أنت دعوت، هو دعا، هي دعت، أنتما دعوتما، هما دعيا. أنا أسقي، أنتم تسقون، أنتن تسقين، هم يسقون، هن يسقين. السؤال الثالث: أضع تنوين الفتح أو تنوين الكسر في المكان المناسب. الأجوبة كانت على الشكل التالي: فتى، ماض، ساع، معنى، عصا. فتى ومعنى وعصا قمنا بتنوينها تنوين الفتح، ماض، ساع قمنا بتنوينها تنوين الكسر.
نمر الآن إلى السؤال الرابع، والذي طلب منا فيه أن نضع علامات الترقيم المناسبة الفاصلة، علامة استفهام أو النقطة أو علامة تعجب أو نقطة القول في المكان المناسب. إذن الماء ضروري للحياة، هنا إما أن تضع فاصلة أو أن تضع نقطة، فالجملة تامة، يمكننا أن نقول الماء ضروري للحياة ونقف، ويمكننا أن نضع الفاصلة ثم نستمر في القول ونقول فما أجمل أن نحافظ عليه من التضييع والتلويث. هنا هذه الجملة هي جملة تعجبية، لهذا وضعنا علامة تعجب. نمر إلى تكملة الفقرة، ودائما اسأل نفسك. إذن هنا قلنا عند السؤال والقول نضع نقطتان، هل أحسن استعمال الماء؟ إذن طرح السؤال هنا بهل، إذن وضعنا علامة استفهام. أصدقائي التلاميذ، أشكركم على حسن تتبعكم، وإلى موضوع درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.